عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم صحباتي وحباباتي في فيديو جديد، فيديو اللي كيهم كيف العادة صحة الأم والطفل. الفيديو ديال هاد المرة هو كيفاش نسواني طريبية صغيرة يعني ديال الزيادة، كيفاش نبدل لها الفصمة ديال البوط، وكيفاش نمسح لها وجهتها، وكيفاش نبدل لها الكوش. كنتمنى الفيديوهات ديال القناة يعجبوكم، وإلا كان كيعجبوكم المواضيع ديالها كنتمنى تبارطاجيوها مع العيالات باش توصلهم المعلومة. وفي إطار المعلومة فأنا قررت باش مرة نلوح فيديوهات بالشلحة، محيت البلاصة فاش خدمت دابا لقيت بأنه كاينين عيالات ما كيعرفوش العربية وما كيفهموش العربية، يعني خاص توصلهم المعلومة بتمازيغت يعني بتشلحيت. داكشي علاش غادي نحاولوا غادي ندير لف جهدي باش توصل المعلومة، وانت نتوما حاولوا بانكم الا كنتو كتعرفوا عيالات اللي في الجبال بعاد او اللي في بلاصة بعيدة وما كيفهموش العربية، وخاصة اللي ما كيتوفروش على مراكز صحية فيهم فراملية او الاطباء كيفهموا الشلحة، باش توصلهم حتى هما المعلومة، من حيث اي مرة مغربية عندها الحق توصل المعلومة سواء بالعربية سواء بالشلحة، خاصة بانه الا قلنا العيالات العربية كاين اليوتيوب عامر بالمعلومات، ولكن المرأة تمازيغت او لا تشلحيت فقليل فاش كتلقى هذه المعلومات. داكشي علاش غنديرو يد في يد ونبارطاجيو الفيديوهات ديال الشلحة باش يوصلوا لخواتاتنا اللي في الجبال البعيدة والدواوير البعيدة في النواحي ديال المغرب. نبداو الفيديو على بركة الله. البنية ها هي الله يخليها لماماها ما شاء الله عليها وتبارك الله عليها، بدلنا ليها الكوش. غير النصيحة اللي نعطيكم على حساب تبدلات الكوش، ما عمرك تمسحي من اللور للقدام، ديما كنمسحو من القدام اللور باش ما ندخلوش الميكروبات ديال خروجات اللور المخرج ديالها الامامي، يعني ديما كنمسحو من القدام، كنمسحو القدام هو الاول عاد اللور. دابا غادي نمشيو باش نبدلو على حساب الفصمة ديال البوط. كتكون عندنا كنكونوا شرينا بطبيعة الحال فصمة طيبة، وكيكون عندنا الدواء الحمر البوط ديما كنسوانيوه بالدواء الحمر. ما عمركم ديروا البوط بالكحول اولا ديروا لي شي حاجة اللي هي ممكن تكون سامة، كتسواني البوط كتعمري بالدواء الحمر، هذا الدواء الحمر كينشف هاد المقبط هذا. راه فاش كيكرم هاد البوط، هاد البوط هذا فاش كيكرم كيطيح هو المقبط. هاد المقبط فاش كتشوفوا الدم مثلا بعد الولاده كيتخوى الدم من هذا، خصكم ضروري ديكلاريو للقابله اللي ولدتكم باش تعاود تعقد البوط، حيت شحال من الطربيه بالسلامه الا غسلتي عليها تقد تبدا تخوي الدم حتى تمشي. يعني ديما كنراقب هاد المقبط ديال البوط، ياك ما كيخوي الدم كنخليه هكايا وكندور البانطا. ندورو عليها الباندا باش الا كبدلتي لي كوش ولا هذا ولا لقيتهاش كتهزيها ما كتهربش ديك الفصمه، ديما كنبعدو الباندا على الكوش. العيالات ماشي بالضروره ديروا الليقات، انا درت الليقات غير على حساب الدواء الاحمر. اللي مهمه تكون طيبه هي الفصمه الطيبه، والدواء الاحمر يكون جديد يعني يكون ما فيهش ليه التاريخ ديالو. صافي كتساليو الباندا كتدخلو عندنا غير هكايا هي. دابا واخا زيتيها واخا هذا ما كنرجعو نمسحو الطريبيه، كنردو البال ما يضربهاش البرد، حنا عندنا هاد الطبلة هادي سخونة داكشي علاش بقات عريانة. دابا كيفاش غادي تمسحو ليها الوجه، هاهي غنقرب عليكم باش تبان لكم. أنا هنايا درت السيروم، السيروم ديال السبيطار، نتوما في الدار غادي ديرو غير ماء معدني أولا ديرو الماء طيبوه وخليوه حتى يبرد. كتهزو فصمة بطبيعة الحال، الفصمة كيكون قيدة ليكم الطبيب في لوغدونونس ديالكم، يعني الفصمة الطيبة ضروري كتكون عندك في 7 أيام الأولى. كنفسكها بحال هكايا
كنبدا بالوجه، الوجه كيتمسح بهذه الطريقه من هنا بحال 8، من هنا هنا والجهة الاخرى هي كتلاحظ الفصمه. دابا باش مسحنا هذا نديرو دابا فصمه للعينين، ما كنديروش القطر للعينين، كنديرو فصمه طيبه حتى هي كنفزكوها، كنديروا لها داك الماء المعدني او الماء الطيب. كنجيو للعوينات، العوينات اللي بغيتكم تفهموا دائما كنمسحو من الداخل لبرا، ما عمرنا كنمسحوهم من برا لداخل باش ما ندخلوش الميكروبات لوسط العين، ديما كنمسحو بحال هكايا من هكايا من الداخل لبرا هكايا، كنمسحوهم بالماء المعدني كي قلت لكم او بلا السيروم. دابا غادي نسوانيو النيف، النيف كنديرو الفصمه هكايا بهذه الطريقه هذه باش كتكون ما تروماتيزيش ما تضريش النيف ديال الطريبيه الصغيره، وكنمسحوه هكايا غير بشويه. البنيه فيها الجوع داكشي علاش كتدفع. هيا وكل خطره كنبدلو الفصمه، نبدلو الفصمه باش نوريكم كيفاش نمسحو لودينات. دابا غادي نسوانيو ليها ودينتها، ودينتها حتى هما من الداخل لبرا، البنيه فيها الجوع نبدا نبداو بهاد الودينه ها هي هكايا من الداخل وحنا خارجين لبرا، نفس الشيء الودينه الاخرى من الداخل راه بطبيعه الحال فاش تسوانيوها لبرا، برا هو الفصل، فاش كتسوانيهم راه ما كاين الفصل. غادي نسوانيو ليها الفميمه، الفم كنهزو فصمه كنلويوها بحال هكايا، الصبع الصغيور بحال هكايا، وكنجيبوها بسم الله، وكنمسحو ليها البقايا ديال الحليب اللي كيبقى ليها في فمها. غير بالخاطر الا جاب الله شفتو الميك يعني شفتو الداخل بيض كنمسحو بالجهد، وكنمسحو زعما حتى كيتحيد ديك البيوضيه. دابا البنيه تبارك الله فميمتها نقيه يعني مسحنا ليها غير بشويه. ها نتوما دابا درنا الصوان ديال الوجه، يعني مسحنا الوجه بهذه الطريقه ومسحنا لودينات من الداخل لبرا، النيف كنلويو الفصمه وكنديروها، البوط راكم شفتوه معنا. ها هي البنيه دابا مزيانه نديوها لماماها باش ترضع. وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه ولو قليله، واذا كانوا كيعجبكم وكنعاود نقول لكم مواضيع ديال القناه بارطاجوها مع احبابكم وصحابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.